اسمح لي اختلف مع حضرتك في نصيحة انك لو انت عندك اهتمام بمجال الاعلام وانت دخلت سنة اولى تجارة، هل احول لاعلام بعد ما ضيعت سنة او سنتين من الكلية؟ انا كانت نصيحتي انك لا تدخل وتكمل دراستك، لكن احد الاشخاص بيقول لي اختلف مع حضرتك، ممكن عشان ما تضيعش سنة من عمرك او سنتين تضيع 10 قدام، فالافضل انك تنقل، وده عن تجربة. شكرا لحضرتك جدا وشكرا للاختلاف، ولكن انا وجهة نظري ان الشخص اللي سأل السؤال ده هو اوريدي عنده تشتت في وجهة نظره، هو مش عارف يحدد ايه، فالافضل ان هو يكمل على الحاجة اللي هو فيها احسن ما يضيع من عمره سنة ولا سنتين. النقطة التانية ان هو في الغالب مش هيجيب مجموع كلية اعلام في الثانوية، فهو دخل كلية تجارة، فعشان ينقل كلية الاعلام هيدخل معهد ولا اكاديمية. انا وجهة نظري انه مادام في كلية فده افضل له من ان هو يحول ويضيع سنتين من عمره، زائد ان هو يتخرج ومعاه اكاديمية او معهد. وجهة النظر دي هتكون بالنسبة لي افضل من ان هو ينقل ويبدأ يجرب في ظل ان هو عنده تشتت واضح جدا في اختياراته، فالافضل ان هو يكمل، ولو حابب ان هو بعد كده يغير هيغير، ولكن على الاقل يكون كمل في كلية وما ضيعش سنتين من عمره. فده وجهة نظري، وشكرا على اختلافك الرأي.